الجميع يقول اليمن غير الخارطة الخارطة في المنطقة ككل كلها كيف ولصالح و من بدقيقتين أي نختم معك اليمن 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 الآن سيد اليمن هو السيد عبد الملك الحوثي وبالتالي هو سيكون سيد الجزيرة العربية وعندما يكون هو سيد اليمن وسيد الجزيرة العربية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان يقول فقر اليمن في عزكم وعز اليمن في فقركم عندما بنت الدوله السعوديه 1923 الان المعادله انقلبت الان العزيز اصبح هو اليمني والفقير هو السعودي مش بالمال والاسلحه والارتباطات الدوليه في صناعه الجغرافيا السياسيه وفي صناعه التاريخ الان نحن في حاله تحول حصلت حرب عالميه ثالثه على الميدان يقول في 2050 إيه. اليمن سيحكم المنطقه نعم العربيه نعم, نعم نعم يعني. نعم العالم الان هذا بدا في على بوابات الشام الذي غير خارطة الأكوان هو الصمود الشعب السوري والجيش العربي السوري وحزب الله والإيرانيين في الشام عندما منعوا سقوط بوابات الشام في الثالث من أيلول سبتمبر 2013 أوباما شرب ثلاث مرات كاس السم على بوابات دمشق على أسوار غزة على تخوم بغداد اليوم يشرب الكأس الرابع في صنعاء أوباما, أوباما هذه هذه حرب يعني؟ لا 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 يتفرجوا لذلك هو عامل حل بغداد ولذلك هو يحاول يخرج بسلسله جديده من 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 الاجراءات وهو يريد العوده الى المنطقه بلباس جديد وبطرق جديده وتكتيكات جديده لكنه هذه المره فات الميعاد وبقينا بعاد ما في عوده الى المنطقه يا اوباما والخارفة. ولا غير اوباما هذه من سيعود؟ الأمور من سيعود نحن هاي. سلاطين البحر الأبيض المتوسط الجدد نحن سلاطين الخليج الجدد نحن محور المقاومه دم... آه. طهران دمشق الضاحيه بغداد صنعاء نحن سنصنع خريطه المنطقه وسلاطين البحر الاحمر ايضا